خلونا بقى نتعرف على آخر أخبار ومستجدات النادي الأهلي من قلب النادي الأهلي وتحديدا فرع الجزيرة حيث تتواجد زميلتنا العزيزة مريم سميح. صباح الفل عليك يا مريم، اتفضلي احنا سامعينك. صباح عليك يا كريم، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وطبعا يعني بداية الأسبوع، وعشرة الصبح من الأهلي ومن داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. هيكون معايا كل أمور ومستجدات الخاصة بالنادي الأهلي، سواء الفريق الأول لكرة القدم أو أيضا الفرق الرياضية المختلفة، وطبعا الأجواء من داخل المقر هنا بالجزيرة. خلينا نبدأ معاك طبعا بالفريق الأول لكرة القدم، وأكيد بضم صوتي لصوتك ولكل الأهلاوية وببارك للنادي الأهلي. خلاص يمكن نقطتين فقط بتفصلنا عن الاحتفال رسميا ببطولة الدوري ال 43، يمكن خلاص عقب الفوز على نادي الاتحاد السكندري مساء أمس طبعا السبت بنتيجة 2-0 بثنائية علي معلول ومحمود كهربا. الحقيقة يعني إن كانت مباراة كبيرة جدا، على الرغم من الإجهاد وعلى الرغم من ضغط المباريات اللي بيتعرض ليه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ولا إن طبعا إن الحقيقة قدر الفريق إن هو يحسم المباراة ويقتلها في أول ربع ساعة طبعا في الشوط الأول. الحقيقة خليني أقول إن بكده يكون النادي الأهلي بيغرد منفردا على صدارة ترتيب طبعا يعني جدول المباريات أو جدول الدوري المصري بنقاط، عدد نقاط 75 نقطة، ويتبقى ليه نقطتين فقط علشان يكون حسم لقب الدوري ال 43. يمكن عقب انتهاء المباراة قرر طبعا المدير الفني مارسيل كولر للفريق ان هو يمنح اللعيبه يومين اجازه، 48 ساعه اجازه، يمكن النهارده وبكره هيبقى اجازه، وهيرجعوا يستأنفوا طبعا تدريباتهم على ملعب مختار التتش بدءا من يوم الثلاثاء، وكمان هيستأنف كمان التدريبات يوم الاربعاء استعدادا لمباراه القمه طبعا امام نادي الزمالك اللي هتقام ان شاء الله يوم الخميس المقبل الموافق 13 من يوليو الجاري، هتقام في تمام الساعه 8:30 مساء على ملعب الاستاد القاهرة، وده بيأتي ضمن الجولة 31 من عمر طبعا أكيد الدوري الممتاز. وزي ما احنا عارفين أن مباراة الأمس أمام الاتحاد السكندري كانت مؤجلة من يعني جولة 21، يمكن النادي الأهلي لعب 29 مباراة على مدار الأسابيع الماضية لم يتلقى فيهم أي هزيمة تذكر طبعا. والحقيقة أن احنا نتمنى كل التوفيق للاعبتنا إن شاء الله يوم الخميس أمام نادي الزمالك، ويكون بقى كده حسمنا الدوري، ويكون طبعا البطولة المفضلة تضاف لدولاب بطولات النادي الأهلي، ويكون مستقرها هنا طبعا مستقرها الطبيعي داخل دولاب البطولات بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. خليني بقى يعني يمكن في يعني كرة القدم كمان يا كريم، عايز أتكلم شوية عن المنتخب الأولمبي. الحقيقة أن احنا شفنا مباراة كبيرة جدا مساء أمس طبعا أمام منتخب المغرب، ويمكن نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام. الحقيقة أن منتخب مصر الأولمبي قدم مباراة كبيرة جدا، يمكن استمرت 120 دقيقة طبعا بعد الوقت الإضافي، والحقيقة كمان أنه يمكن لاعبتنا لعبوا ناقصين من بعد بدء المباراة بحوالي تلت ساعة، فكانت مباراة صعبة جدا على جميع المقاييس. والحقيقة طبعا أنها كانت بتقام على أرض منتخب المغرب في حضور جماهيري أيضا، فالحقيقة يعني أن كانت مباراة صعبة جدا، ولكن طبعا رجالتنا رجالة المنتخب الأولمبي قدروا أن هم يعني يحققوا فيها الحقيقة، أن هم شرفونا، وعلى رغم من خسارتهم بنتيجة 2-1، ولكن الحقيقة ان احنا كل الناس امبارح زي ما انت تابعت اكيد يا كريم، وكل طبعا جماهير الكرة المصرية تابعت قد ايه انه في اشادة كبيرة بالمنتخب الاولمبي. الحقيقة ان هو قدر طبعا يعني ده انجاز كبير، وقدر ان هو يحسم التأهل لاولمبياد باريس 2024 اللي هتقام في الصيف المقبل ان شاء الله، او الصيف من العام المقبل 2024، وده للعام الثاني على التوالي. يمكن كمان لاعبنا بقى او حارس مرمى النادي الاهلي حمزة علاء على مدار البطولة قدم يمكن أداء كبير جدا، وأداء يعني يمكن متميز شفناه كلنا وكل الناس أشادت بيه الحقيقة. وامبارح يمكن قدر أنه هو يصد عدد كبير جدا من الكرات العرضية، وشفنا أكيد أنه هو يعني أنقذ مرمى منتخب مصر الأولمبي من عدد من الكرات الصعبة. والحقيقة أنه هو على مدار البطولة لم يتلقى أي يمكن أهداف في خلال الأربع مباريات الماضية، وده اللي خلاه يحصل طبعا على أفضل حارس مرمى في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام. فأكيد بنتمنى له كل التوفيق في أكيد خطواته
المقبله سواء مع المنتخب الاولمبي او ايضا مع النادي الاهلي. خليني بقى انتقل معاك يا كريم للالعاب الاخرى، والحقيقه ان دلوقتي يعني معانا اخبار او الخبر الاخير معانا عن طبعا اكيد فريق النادي الاهلي لكره اليد. الحقيقه ان طبعا اكيد امبارح تم الاعلان عن قرعه كاس الابطال الدوليه لكره اليد نسختها ال 54 واللي هتقام في الفتره من 14 حتى 18 من اغسطس المقبل ان شاء الله، هتقام في البوسنة. والحقيقة أن يمكن في عدد كبير جدا من الأندية ينضم لهذه البطولة. خليني أقول لك طبعا الأندية اللي هتكون موجودة بجانب النادي الأهلي المصري، الحقيقة أن برشلونة الإسباني، أيضا مونبيلي الفرنسي، زغرب الكرواتي، ويورو فارم المقدوني، وسيلي السلوفيني، وأيضا سلوجا دوبوي البوسني، وفوي فودينا السربي. الحقيقة أنها هتكون موجودة 8 فرق، ويعني تحديدا 7 فرق بجانب النادي الأهلي، هيشاركوا في هذه البطولة. ويمكن أسفرت القرعة عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الأولى مع يمكن 3 أندية أخرى، وهم مونبيلي الفرنسي، ويورو فارم المقدوني، وسلوجا دوبويا البوسني. وأيضا يعني يمكن عايزة أنبه أن متصدر المجموعة يتأهل مباشرة للمباراة النهائية. بنتمنى كل التوفيق لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي. خليني بقى أنقل لك الأجواء أخيرا يا كريم داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يمكن على مدار الأسابيع الماضية أو تحديدا العشر أيام الماضية كان يعني بيشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة غياب بعض الأعضاء عن التواجد أكيد داخل المقر. يمكن بعد بقى انتهاء الإجازات بشكل رسمي خلاص النهاردة يمكن بيشهد المقر إقبال شديد جدا من الأعضاء الحقيقة متواجدين منذ الصباح الباكر علشان يعني يمارسوا هواياتهم المفضلة ونشاطاتهم المفضلة أيضا داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا دي كانت كل أخبارنا وكل الأجواء من داخل النادي الأهلي. بشكرك جدا، العودة ليك مرة أخرى. ده أنا بشكرك على هذه التغطية المتميزة كالعادة، شكرا جزيلا ليك زميلتنا العزيزة.